سعد من يزرع حياته خير يحصد لاجل احلى حياه اللي بها ترضيه رب العالمين ما اجمله ما عدله سبحان من عز وجل احلى حياه اللي بها ترضيه رب. عن عائشة رضي الله عنها قالت اشتكت إلي فاطمة رضي الله عنها مجل يديها في الطحن فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله فاطمة تشتكي إليك مجل يديها من الطحن وتسألك خادما فقال ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم فأمرنا عند منامنا 33 و34 من تسبيح وتحميد وتكبير. اليوم نتحدث عن قصة فاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما اشتكت إلى عائشة رضي الله عنها وحينما حضر السبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تريد خادما. يعني فاطمة كمثل أي فتاة في هذه الدنيا لها بيت ومتزوجة وقد تعبت يعني من الأعباء المنزلية وتعبت يعني من مشاقها فأمرت الرسول عليه الصلاة والسلام أن يكون لها خادم يعينها في شؤون المنزل. أستاذة حنان المرأة يعني في يومنا هذا أيضا عليها أن تقوم بأعمال منزلية على حسب استطاعتها وعلى حسب قدرتها كما كانت تفعل فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. كما نعلم جميعا أن فاطمة هي أحب الناس إلى أبيها. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فاطمة بضع مني ومن أغضبها فقد أغضبني. هنا نعرف أولا قيمة فاطمة رضي الله عنها عند النبي عليه الصلاة والسلام، رغم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحبها كل هذا الحب الشديد، إلا أنه لما قصدته في الخادم ماذا قال لها النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال ألا أدلكما على يعني خيرا مما سألتما، اللي هو الذكر. فاحنا الآن نشوف بناتنا يعني الكثير من البنات المتزوجات في بيوتهن يعني متوفر تقريبا متوفر عندهم نعم كل شيء، ومع ذلك نصيبهم مثلا ما زالها تطلب أشياء ربما فوق طاقة زوجها. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام هو نبي الأمة وعنده بنته فاطمة وحبها حب له شديد، وكان قادر يعني يوفر لها الجارية والخادم والحواشي وغير ذلك، راهي بنت نبي الأمة، ومع ذلك حب يعلمها ويغرس فيها المعاني تاع أنه رغم أنه يكون عندك أمور ولكن تشكري الله عز وجل على بعض الأمور اللي فيها النقص، أنت من ستتداركين ذلك. كيف ذلك؟ نصحها بالذكر، وما أعظم الذكر، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. حبي يوصل لها رسالة باللي مام يكون عندك كل شيء في البيت ومام تخصك حاجة معليش، ولكن لما تخصك حاجة تقربي بها إلى الله عز وجل هذاك الأمر اللي رانا نحوسوا عليه حنايا، هذاك الأمر تصيبي يعني احنا النساء في بيوتنا عندنا كلش مثلا كل امور متوفره عندنا، ومع ذلك تصيبي الحاجه المهمه ماشي موجوده عندنا. وش هي؟ هي ذكر الله عز وجل، ربما الصلاه في الوقت ما صلوهاش في الوقت، الحمد ربما الشكر نعم. ايه الحمد والشكر نصيبوا اننا نضيعوا اوقات الصلاه، راني في الكوزينه حتى نكمل هذه باش نروح نصلي، حتى نكمل هذه باش مثلا ندير الاذكار تاعي، نوض مع الصبح مثلا نروح نجري للشغل، نطيب قهوه ندير هذه ونخلي الذكر، ربما نخلي صلاة الضحى اللي فيها يعني أجر كبير، ربما نخلي مثلا أنني نستفتح اليوم تاعي بالأذكار اللي هي تحمينا من كل سوء. هذه يعني رسالة، حتى صلاة الفجر وما يصلوها صلاة الفجر بارك الله فيك ويقطعوها. إحنا لما نوقف وقفة مع النبي عليه الصلاة والسلام كيفاش تعامل مع بنته، يعني ما نصحاش الحاجة أنه خلاص خصاتك حاجة كيما نقولوا إحنا دوك نوفر لك كلش تولي انتيا يعني انتي اصلا راكي بنت النبي عليه الصلاه والسلام. لا حبي خلي لنا هذا الاثر اللي احنا دائما نقولوا لما نقراوا السيره ناخذوا الاثر باش نتعلموا في حياتنا. فخلالها هذا
الكنز العظيم الذي لا يفنى أنك تذكري الله عز وجل. معليش راكي تعبانة، معليش خصاتك حاجة، معليش ملي نطينتي مثلا في غسيل ملابس باليد ما عندكش آلة الغسيل، ولكن راكي تغسلي وتذكري الله عز وجل، راكي تغسلي فيها أجر كبير. احنا لازم نعرفه ونفهمه حاجة، باللي احنا لما خلقنا الله عز وجل، الإسلام أعطى مكانة للمرأة، أعطى لها المكانة تاعها، وراهي مأجورة ضعفين على الرجل. علاه؟ لأنها راهي في البيت تقوم بالواجبات، بون حقوق والواجبات أكيد، وتقوم كذلك بتربية الأولاد، وتقوم بالرعاية، وتقوم بالمسؤولية. ورانا في الوقت الحاضر تصيبي الأم راهي تأدي دورين، ربما تغطي الدور تاع الأب اللي راهو ناقص، لأنه كثير من الآباء ما راهمش يقوموا بأدوارهم، وفي نفس الوقت راهي مسكينة التربية والرعاية وغير ذلك. فإحنا من خلال قصة فاطمة رضي الله عنها كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام أولا اهتم لما سألت، يا خالده اهتم لها وعطى لها البديل ماشي غير لها، شوفوا حتى للصهر تاعو، رسالة للصهر تاعو، أنه كذلك أنت راك تشارك مع فاطمة رضي الله عنها في الذكر. كاين حاجة أختي حنان بارك الله فيك، قضية خدمة المرأة لزوجها، قضية خدمة المرأة في بيت زوجها. الآن كاين واحد المقولة راهي تنتشر وفكرة هي من الفكر الغربي النسوي يعني السام صراحة في الأسر، الآن ولو يقولوا المرأة ليست مجبرة ولا على خدمة زوجها وخدمة بيتها، والآن انتشرت أنا مش شغالة، أنا مانيش خدامة عندكم، أنا مانيش كذا، فيعني كلام يجعل النساء يعني تدمرنا على شغل البيت كأنه ليس من وظيفتها. إذا وظيفة من؟ إذا كان هذا بيتك فمن الذي يخدمه؟ سبحان الله، من كان يعني عنده يسر وعنده سعة في الرزق اللهم بارك وقادر يوفر مثلا مساعدة للزوجة تاعو، ولا قادرة هي تجيب مساعدة بأجرة، ما فيش مشكلة. لكن إذا كان زوجك ما عندوش ومشي قادر يوفر لك، فما تقوليش أنا ماشي واجبي ومشي خدمتي ومشي واجب عليا أني أخدمك في 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 البيت. إذا من الذي يخدم؟ خاصة طعام طبخ للأسرة، هي في أجر عظيم، في أجر إطعام أبنائك وإطعام زوجك، احتسبي الأجر. دائما أقول لهم سوف تأتون يوم القيامة بجبال من الحسنات فقط من خدمتكم لأبنائكم ولأزواجكم، احتسبي الأجر. رجعي هذيك العمل اللي راهو عادة، تنوضي تخدمي شغلك، تنقي دارك، طيبي فطورك، هذاك ديريه لله، قولي اللهم إني احتسب جهد تنظيف البيت، لأن النظافة من الإيمان، ولأن أيضا الله سبحانه وتعالى يحب المتطهرين، ولأجل صحة أبنائك الذين تحتسبيهم في سبيل الله، إن شاء الله يكونوا ذرية صالحة يعبدون الله سبحانه وتعالى، وأنت توفرين الجو المناسب لزوجك لكي يقوم بوظيفته كزوج وكأب وأيضا كعبد لله، تنظفي له مكان ليصلي فيه، توجدي له طعام باش ياكل يعني ويتقوى على طاعة الله عز وجل. فإحنا عملنا كله عبادة لله عز وجل إذا فقط استحضرنا النية. أحلى حياة اللي بها ترضيها رب العالمين. لما كنا نتحدث عن قضية قيام المرأة بشؤون الأعمال المنزلية في بيتها، وقالت الأستاذة أم درة أنه حقيقة هناك يعني أفكار غربية نسوية يعني تدعم المرأة على أساس أنها لا تقوم بالأعمال المنزلية وهذا الأمر غير واجب عليها وكذا. وأيضا يعني في المقابل الآخر أستاذة أم درة، أنه كاين حتى يعني من بني جلدتنا ومن ديننا من يحرضون المرأة على أساس أنه ما تقومين به هو إحسان منك، وعلى زوجك أن يوفر لك الخادم، ويستدلون أيضا بزمن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه كان هناك يعني خدام يخدمون زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام، حتى أنه في بعض الأحيان لما يجيبوا قصص ويديروا لها إسقاطات وكأنه يأخذون فقط الأشياء يقتصون فعلا التي تفيدهم، التي ترضي غرورهم وكذا، وفي نفس الوقت يعني يغلطون المرأة. فالآن الأفكار هذه منتشرة بكثرة، أن المرأة أنا أقوم بهذا العمل
يعني من اعمال منزليه لزوجي احسانا مني. انا مانيش مجبره اني نطيب لك، مانيش مجبره باللي نغسل لك حوايجك ونعمل لك هذا الامور. فمغالطات كارثه يعني كارثه. نعم صح، كنت نفكروا بهذا المنطق. انا ماشي خادمه، قول للزوج تاعك راهو خادم عندك لانه يعمل ياتي بالمال يروح. نعم. يتعب يخدم باش يجي يوفر لك، اذا هو خادم لك. فهو يخدمك في الخارج وانت تخدمينه في المنزل. حتى التكامل. نعم. وحتى كذلك شوفي كيفاش يتحايلوا يغرسوا في المرأة السلوك تاع الكسل، انها يعني تتكاسل على القيام في القيام بعض الاعمال اللي لازم تقوم بها. تصيبيها تتكاسل، تجيب الحجه انه اليوم ما نديش العشاء روح شري لي برا، وتبقى يعني في نفس السيناريو لمده اسبوع او غير ذلك. شوفوا كيفاش يعني تهدم العلاقه. راني ندير هذه الحاجه بمزيتي بمزيتي وراني عيانه، انا تاني عيانه، معليش راني في الدار ما نخدمش بصح راني عيانه. يولد فيها السلوك تاع الكسل، تولي حتى انها تتكاسل. وشوفوا يعني المشكله وين تروح، تروح حتى انه تخرب العلاقه بينها وبين الزوج. صحيح. مع انه هي كما نقولوا راهي واجب عليها انها تخدم الزوج ديالها. فعلا نعم. نروح للاستاذه لمية لما نتحدث عن الرسول عليه الصلاه والسلام لما بلغه امر فاطمه بنته رضي الله عنها انها تريد خادما. هذا يعني راهو موقف الاب وايضا موقف الرسول قائد الدوله عليه الصلاه والسلام، كيف يعني تفاعل مع بنته؟ أنا قبل ما نروح نشوف الموقف تاع الرسول صلى الله عليه وسلم، نشوف موقف عائشة رضي الله عنها اللي بلغت الرسول صلى الله عليه وسلم باللي جات البنت ديالك وحوست عليك. تخيلي الآن سامحهم الله يعني ما نجمعوش ونقولوا كامل مرت البابات كما يقولوا زوجة الأب، كيفاش تعامل الربيب؟ أولا تحاول دير القطيعة بينه وبين أبنائه تاع ياك، وتخصص الزوج ديالها فقط لابنائها هي. عائشه ما كانتش رضي الله عنها ما كانتش بهذا الخلق السيء ولا القيمه السيئه اللي راهم عليها، وبالتالي هنا ننبهوا قبل دور عائشه كيفاش بلغت الرسول، والا ما كانش يعرف الرسول صلى الله عليه وسلم انه جات حوست عليه البنت ديالو لو كان ماشي بفضل عائشه. عندها كي نسقطوها الان نقولوا ايتها الزوجات خافوا ربي في الربايب ديالكم كما يقولوا، لانه حنا رانا دائما نقولوا نعاودوا رانا قنطره لليومات القيامه ان شاء الله بما احسننا ولا بما اسانا. دوك نلحقوا للرسول صلى الله عليه وسلم لما بلغته عائشه رضي الله عنها انه البنت ديالو تحتاجه، هل تجاهل الامر؟ معناتها الاصل راني زوجتها تهنيت منها، ايا سي بون عندك راجلك سحقيتي حاجه شوفي راجلك، حتى في الحكمه خلاص مانيش نحكم فيك يحكم فيك راجلك. لا، رغم المشاغل ديالو الكبيره الطويله العريضه، رغم الزوجات ديالو بزاف الله يبارك علي من كما يقولوا مشكله تاع وحده تنسي مشكله تاع الاخرى، الا انه راح برجله ما قالش معليش الا سحقتني هي تجي. هادو اخطاء ثاني راهم يرتكبوها بزاف الاباء ولا نرتكبوها احنا كما يقول لك بين العلاقات. معناتها يجي يحوس عليك واحد بيسك هو حوس عليا، معناتها هو يسحقني، معناتها هو يجي كبر تكبر يعطيك الصحه، وكانه يريد بالطرف اللي يسحقه. الاصل انه انت لما ربي اكرمك بانه احتاجك الاخر، معناتها وكانه ربي يحب يعطيك الحسنه، استغل الموقف استغل الموقف وكن في خدمة من يحتاج إليك. رسول الله عليه وسلم بما أنه الأفعال تاعو الأقوال تاعو الحركات تاعو السكنات تاعو كلها قدوة لينا احنا وكلها دروس نستفادوا منها، راح هو برجليه البيت بنته ودغدغ عليها ودخل وكان وكأنه في خدمة بناتي. ولكن يا هل ترى رغم انها كما تفضلت اختي حنان احب الناس اليه، فاطمه احب الناس وسيده نساء الجنه، رغم ذلك ما سايرهاش في كاع واش تقول. الان يقول لك عندي عوينه وحده، عندي طفله في وسط 10 دراري. الدلال المفسد. الدلال المفسد اللي يعلم الكسل اللي يعلم الانانيه يعلم يعلم يعلم. الرسول صلى الله عليه وسلم وجهها لما ينفع دينها ودنياها. فعلا بارك الله فيك، يعني اسقاطات رائعه.
قدمتها لنا الأستاذة لامية، كيف أن الرسول عليه الصلاة والسلام تعامل يعني مع هذا الأمر. لما نرجع أيضا للرسول عليه الصلاة والسلام في ذلك الزمن وكان له الخمس يعني من السبي، مع ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام كان يؤثر المساكين والفقراء على أهله. أي موقف ممكن نقف عنده هنا في هذه تماما الحالة؟ ما تكون التربية وهو قدوة لنا في كل مجالات الحياة، وهنا نراه كأب كيف ربى ابنته فاطمة. معروف في الحديث أنه قال: يا فاطمة أنقذي نفسك من النار فإني لا أغني عنك من الله شيئا. يا فاطمة مشيكي أنا رسول الله تقولي خلاص هو ينجيني من عذاب الله وأنا أتحجج أنه عندي واسطة أنه أبي رسول الله؟ لا، كل إنسان ينقذه عمله. هكذا نربي أبناءنا، عدم الاتكالية علينا، تحمل مسؤولية أعمالهم أفعالهم وأقوالهم. إذا عصوا الله نعلمهم كيف يستغفرون الله، كيف يفعلون الخير، كيف يزهدون في الدنيا. رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني هذه فرصة باش نتكلموا أنه الرسول صلى الله عليه وسلم عندنا فكرة خاطئة أنه كان يربط الحجارة على بطنه وكان يعني زاهد في الدنيا. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن فقيرا، كان غنيا منفقا. رسول الله كان غنيا منفقا، وهناك كتاب يعني اللي تحب ترجع وتطالع، هناك كتاب اسمه أموال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو هكذا يعني بهذا الحجم، فيه جمع فيه المؤلف كل ممتلكات الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم كان غنيا لم يكن فقيرا، لكنه كان غنيا منفقا، يعني كل المال الذي يأتيه ينفقه في وجوه الخير، وكان هو يعني سيد الدولة ورسول الله نعم، وهو أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فهو كالأبي لهم جميعا، فيرعى شؤونه، هذا محتاج، هذا وش خصه، هذا نزوجه، هذا كذا هذا كذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك لنفسه إلا القوت، لذلك قال: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يترك لنفسه إلا ما يقيم حياته، والباقي كان ينفقه في سبيل الله، في تحرير الأسرى وفي تحرير العبيد وفي إنفاق على الدولة وعلى الجيش وعلى تجهيز الجيش إلى آخره. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم هو يعلم أبنائه هذه القيم. بزاف أباء وأمهات عندهم قيم لكنهم لا يمرروها إلى أبنائهم، يعني كما قلنا تربية الدلال، نحميهم هذيك الحماية الزائدة. مسكينة بنتي يديها ما قدرتش أسنانها نغسل في بلاصتها، أنا نرفض المحفظة في بلاصة بنتي صغيرة ولا وليدي، خاطر مسكين يعيا، كيفاش يتعلم المسؤولية إذا كنت أنا ندير كلش؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: أنت الآن محاسبة ومبتلات عند الله سبحانه وتعالى، الله يبتليك بهذا التعب لكي يأجرك يوم القيامة. إذا هذا مهم جدا أننا نعلم أبناءنا الزهد، نعلمهم أنه لا ننفق كل ما في أيدينا، يعني ماشي كي كاين خدام. يا رأت سبيا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: الحمد لله ربي أبي عنده الرزق الآن سوف يعطيني، حتى ولا عندي ماشي شرط نعطي لك. كاين الآن بعض الآباء والأمهات، أنا يجيبوا لي بعض الشباب يعني من المشكلات اللي حليتهم تاع المراهقين، جيب لي وليدها تشتكي منه أنه لا ينام طول اليوم، أنه يسهر مع أصحاب السوء وكذا وكذا. لما نتكلم مع الإبن تلقاه 17 18 سنه مازال شداته شغل طفل صغير، هذا خليه يتحمل مسؤوليه، هذا المفروض راهو يخدم، راهو هو اللي ينفق عليك ماشي انت تنفقي عليه. ومن بعد واش يقول لي الطفل كي نتكلم معاه؟ ايه قال لي ابي بلي انا موجدين لك كامل، كيفاش تعيش حياتك بلا ما تخدم؟ عندنا درنا لك رزق قيس ما تعيش كامل حياتك بلا ما تتعب، خلاص. قال لي ما علاش نخدم؟ هكذا قال لي، سبحان الله. ورثوه الكسل. اذا انتم ربونا احسنتي. اذا النبي صلى الله عليه وسلم لا ربى فاطمه على ان تتحمل مسؤوليتها كزوجه وكأم وتقوم بعملها. زوجك ليس لديه المال ليشتري لائتلك بخادم، فعيشي بحسب ما عنده زوجك من المال. اذا هذا مهم جدا في التربيه، موقف تربوي مهم جدا. أحلى حياة اللي بها ترضيها رب العالمين. مما نستشفه أيضا من هذه القصة هو أن المغنم بقدر المغرم، أو المغرم بقدر المغنم. معناتها إذا كنت أنت بنت رسول الله فعليك أن تكوني قدوة للأخريات، فمشي كنتي بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم نميزك بأشياء بحيث تقول ربما نساء المؤمنين كي جات بنت الرسول عطاو لها خادم، وحنا على ماشي ما يعطوناش خادم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بماذا علل؟ قال: لا أعطيك خادما
واهل الصفه لا يجدون ما ياكلون. يعني ما دام كاين فقراء في الامه فانت اذا كنت بنت رسول فانت قدوه لهم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يجوع مع اصحابه ويشبع معهم، لا يشبع وهم جياع صلى الله عليه وسلم. كذلك ابنه يربيها على نفس الشيء. اذا كنت انت راكي في هذه المنزله تاع بنت الرسول صلى الله عليه وسلم، وسلم. إذن عليك ان تكوني اكثرهم زهدا واكثرهم تحملا لظروف المسلمين. اذا كان المسلمين يعيشون في فقر فعلا كما ذكرتي يا أستاذة أم درة، موقف يلخص الكثير من المعاني التربوية التي أرشد بها الرسول عليه الصلاة والسلام بنته فاطمة رضي الله عنها، ونحن اليوم يعني نعيش على هذه المواقف ونستشف منها الفوائد والعبر. أستاذة حنان طلاس، لما نحكي عن الرسول عليه الصلاة والسلام وكيف تفاعل مع فاطمة رضي الله عنها وطلبها الخادم، نتحدث أيضا عن قضية البديل الذي عرضه الرسول عليه الصلاة والسلام لابنته فاطمة. نعم، وما أجمله من بديل. علاه؟ لأنه الآن الكثير من الناس راهي تغفل على هذه العبادة العظيمة اللي هي الذكر. لما النبي عليه الصلاة والسلام عرض على ابنته وصهره الذكر فهي أعظم عبادة، أراد أن يورثها ابنته وجميع الأمة الإسلامية. نشوف أنه حنايا الآن لما تروحي عند واحد تقول له تقرأ قرآن، يقول لك والله ما عندي الوقت، ولا غير مع الدنيا مع الخدمة مع الوقت ما يكفيش، راك تستغفر شوية راك تسبح شوية. حنا كي نقولوا الذكر كاين بزاف اللي يديروا في بالهم أنه الذكر أنه تقرأ القرآن الكريم في أوقات ويعني تشغل نفسك، يعني تخصص له وقت وتعكف عليه وما تقومش بأعمالك تاع مثلا العمل او العلم او غير ذلك. لا، احنا الذكر هذايا لازم يكون مصاحبا معنا في حياتنا اليوميه. كما طلبت فاطمه من النبي صلى الله عليه وسلم يدير لها خادم وقالها النبي صلى الله عليه وسلم عليك بالذكر، فاحنا تانيت هذا الذكر نسحقه في حياتنا اليوميه. وانت في السياره راك شاعل القران الكريم، وانت احنا كنساء في المطبخ رانا نستغفروا رانا نسبحوا، راكي تخدمي في شغلك راكي شاعله التلفاز ودايره قناه والحمد لله. اليوم راهو التطور التكنولوجي زاد اللي يعرف يستخدمه سهل لنا الذكر، فاصبح التسبيح واصبح الذكر يعني متاح، يعني ما كاش حجج. احنا برك لازم نقيدوا انفسنا ونعرفوا قيمه الذكر. الا بذكر الله تطمئن القلوب. الانسان لما يكون في ضيق، الانسان لما تجيه شده، الانسان لما يعاني من اضطرابات نفسيه، الانسان اللي تجيه مصيبه، الانسان يكون عنده مرض هو في الفراش، لما نروحوا نشوفوا المستشفى شفايات نصيبوا شوفوا كما نقولوا حنايا الالات كلها في الجسد تاعو، هو عنده صعوبه في التنفس ومع ذلك نصيبه الحمد لله الحمد لله استغفر الله استغفر الله. شوفوا هذه المواقف اللي تعلمنا تعطينا درس في قيمه الذكر. انا نقول مثلا الان اللي احنا لينا كنساء ولا لغيرنا الذكر راه متاح لنا، وانا في العمل تاعي استغفر الله صف، وانا في نوض لصلاه الفجر لما نوض لصلاه الفجر الله عز وجل يقول وبالأسحار هم يستغفرون. الذكر هذا راهو يتنوع، مثلا الاستغفار والله لو كان نعرفوا واش فيه القيمه والفوائد والاجر، نقول الاجر يعني خطين تحت الاجر العظيم لما نستغفر الله عز وجل، يعني شوفوا الفتح من عند الله عز وجل. استغفر الله استغفر الله من حين لاخر. الانسان ما راهوش معصوم من الخطا، الانسان ما راهوش معصوم من النسيان، الوقت راهو يداهمنا لانه الدنيا هذه راهي تدينا، واحنا لما نكونوا مع زحمه الدنيا تصيبينا لما مثلا يكون عندنا أشغال ولا نتفرغوا للشغل هذا، ما يمنعنيش أني نذكر الله عز وجل. الله أعلى قلت أنا مثلا لما ندعو الله عز وجل لازم ندعوه في وقت الرخاء باش في الشدة نصيبوه. هذا الوقت تاع الرخاء يدخل فيه الذكر، يدخل فيه الاستغفار، يدخل فيه الذكر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أعوذ بكلمات الله التامات، يعني سبحان الله. لما يتنوع الذكر يتنوع الأجر وتتنوع الراحة النفسية. رسالة لمشاهدينا والجميع اللي راهم يشاهدوا فينا، احنا باش تكون حياتنا أحلى حياة عليكم بالذكر، لأنه علاه والله ما نجده في الذكر لا نجده في الكثير كثير من العبادات. والله لو كان تقومي كامل الليل بصح كي تذكري الله عز وجل في 10 دقائق، تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام 10 مرات، ترزقين شفاعته ويفتح لك بيبان الجنة. وفي الدنيا لما تكوني يعني في متاهات هذه الدنيا
عليكم بالذكر. وأيضا الذكر سبحان الله هو رزق يسوق الله عز وجل لعبده، كما ساقه الله عز وجل لفاطمة رضي الله عنها. يعني كنت أفكر هكذا بيني وبين نفسي، قلت يعني لولا تلك الحادثة التي طلبت فيها فاطمة الخادم لما جاءها ممكن الرسول عليه الصلاة والسلام ودخل إلى بيتها ودلها على يعني أمر عظيم هي وزوجها، يعني في اثنين شيء فقط فاطمة رضي الله عنها. وأيضا لما كنت تتحدث على قضية الذكر اللي لازم يكون مصاحب لنا في يومياتنا وفي أشغالنا، على الإنسان أيضا أن يدرك أن الذكر يجب أن يكون فيه حضور القلب، لأنه مش فقط أنه أنا أذكر الله أستغفره باللسان فقط دون باللسان القلب، دون القلب. فما فائدة ذلك؟ اليوم ونحن منشغلين يعني بالهواتف نلقاو وإحنا ممكن لساعات طويلة وإحنا نطلع الهبط وعلى تعدد يعني التطبيقات الموجودة في هذا الهاتف، يعني نضيع وقتنا لدرجة كبيرة وإحنا خاشعين خشوع يعني تام وإحنا هكذا. ولما يأتي وقت الذكر والاستغفار نجد الواحدة فينا، حتى يعني ممكن استسمحكم في هذا النقطة إذا توافقوني، قضية المسبحة الإلكترونية اللي راهي خرجت في هذا الوقت، أنا يعني أراها من الجانب الإيجابي أنه مليحة، كان يقول لك أنه تذكر يعني تعود الإنسان على الذكر، يعني إذا واحد مثلا غفل في لحظة ما يعني إلا ويجد بين يديه تلك المسبحة التي ممكن تذكره يعني باللي لازم يستغفر ويذكر الله عز وجل. ولكن ينبه لنقطة مهمة جدا، أنه الإنسان لا يقول أنه أنا استغفرت اليوم العدد الفلاني وكأنك يعني نعم مش فقط رياء، أنه تقول الله عز وجل أنا استغفرت اليوم كما قلت أنا استغفره مثلا 100 مرة أو 1000 نعم 100 مرة. فهذا والله نعم مقياس، وفي النهاية هذا لا يصح. والإنسان كما قلت لما يستغفر على القلب أن يكون حاضرا، ماشي فقط أنا الدعوة راني رافدة ديك المسبحة نستغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر، نلحق 1000 نورمال عادي في ساعة بدون استشعار، بدون هل أنا مستشعرة لذلك الاستغفار؟ وهذا الذي فقدناه اليوم، يعني هي لذة الاستشعار بوجود الله. نعم هذه أختي مريم متعلقة بالوازع الديني، على لأن الذكر له عظمة كبيرة في حياتنا وهي الإطمئنان. ورانا نشوف الناس اليوم راهم عايشين ذلك الضغوطات النفسية، عايشين القلق، وتقول لك مع ذلك أني راني نقرأ القرآن، راني استغفر الله، راني نذكر الله عز وجل، ومع ذلك يعني تحسي انه دائما مضطربه ومقلقه. فالانسان عليه ان يراجع نفسه وعلى القلب ان يحضر. نعم استاذه دميه، اضافه الى كنت تعددي فوائد الذكر كما دارت اختي حنان، كذلك انا حبيت نذكر واحد الفائدتين واحد اخرين. اهم فائده خاصه في الذكر اللي خص به الرسول صلى الله عليه وسلم فاطمه وعلي، قال لهم سبحوا 33 وحمدوا 33 وكبروا 34. يقال انه هذا الذكر بالذات يدير قوه في الابدان. معناتها تخيلي وانت ما راكي ديري والو، وانت راكي مشغوله بشغلك، راكي ديري اذكار راح تحسي قوه في الابدان. صحيح. اضافه الى الراحه، هذا وجه المناسبه. نعم اضافه الى الراحه النفسيه اللي كنتوا تذكروها. والفائده الثانيه اللي حبيت انا نذكرها هي فائده بركه الوقت اللي رانا الجميع يشكي من ريبة الوقت اللي رانا بيقولوا سبحان الله، تقول الوقت راهو مربي. لكن فائدة بركة الوقت، وفعلا صدقيني بالله يا أختي مريم، خاصة اللي عود نفسه على الاستيقاظ من وقت صلاة الفجر وتصلى في وقتها، تبدأي تحسي باللي درتي بزاف أمور، وتبدأي تقولي يا سبحان الله درت ودرت ودرت ودرت، ولكن النهار مازال طويل. معناتها بالأذكار عندنا بزاف فائدة في توسعة في الوقت. فعلا فعلا، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، أعدناها كرارا ومرارا يعني في ذكرنا لهذه القصة. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا دائما يعني بقربه، ودائما يعني لساننا معطر بذكره عز وجل. أنهينا يعني حلقتنا اليوم، نلقاكم في حلقة أخرى بإذن الله تعالى. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. أنا حنقدر أنا الكاميرا. أنا حنقدر. أنا حنقدر. تحكي لي على أدلكم على خير منكم من خالد. على الذكر. فوق أنا قدرنا في. كيفاش يكون هذا الذكر دوكا؟ الحلقة التاسعة. عايز أحمد الدنيا. الجزء الثالث. نقول البرويطة تاعي. ولا عندك راجل كيصرف عليك؟ زوجي عندك راجل. والله. كنتي تزيد لك العلا من عندي.
تقول لك ما تعب الابدان وشنو قولي ولي الحلوه صح الذكر اللي علمه الرسول صلى الله عليه وسلم لبنته بنته زينب وصفي الله بنته فاطمه وعلي قال لك يدير القوه في الابدان قال لك يدير القوه خير يحصد لاجل أحلى حياة اللي بها ترضيه رب العالمين ما أجمله ما عدله سبحان من عز وجل أحلى حياة